كل هناك في حماية الله، فلا أحد يمتلك قدرة التهام الغير في وجوده، وهناك يذوب العارف وتذوب حقيقته في الحقيقة الكبرى، ولا تبقى من إرادته ومعارفه إلا ظلال للمعرفة الكبرى. لنتذكر أن البهلاني هو القادم أيضا من واد سحيق بعمان، هو وادي محرم. لسنوات بعيدة ظل وادي محرم مكانا للعزلة الفريدة، وهو يعطي المرء ذلك الشعور بفراق العالم والبعد عنه وقطع الصلة به والاتحاد بالكون وخالقه، إذ هناك في الأودية المهجورة تتكور في تاريخ الأدب العماني تجارب تأملية عرفانية، أهمها تجارب وادي بني خروص الذي ابتدأت في الهجرة الليمون الوارث بن كعب الخروصي إلى حدوث الرؤية المعروفة بهجر الوادي والتوجه عبر الجبال إلى نزوة العاصمة البعيدة وإحقاق الحق بها إلى آخر الحدث المعروف. وقد تحول على يديه من رؤية عرفانية تأملية إلى حدث سياسي خلاق، ثم كذلك التجربة التأملية الهامة لأبي نبهان الشيخ جاعد بن خميس الخروصي في نفس الوادي واعتزاله بكهف الدار، ثم ابنه ناصر قبل رحيله إلى أفريقيا ومماته بها، وما أحاطته تلك التجربة من فيض من التأمل الصوفي العميق. ورعيت بين شعوبه أغنامي، قل للذئاب الكاسرات تفسحي، عز الحمى وأعز منه الحامي، فلقد نزلت على عظيم قادر، عز الجلال إليه والإكرام، يقضي ولا يقضى عليه، نزيله لو كاده الثقلان غير مضام، سترتني الأسماء في ملكوتها فحجبت عن فهمي وعن أوهامي، وذكرت من هو في الحقيقة ذاكري، وحقيقتي لا شيء وهي مقامي، وحقيقتي أني محوت حقيقتي، مكنت فوق رؤوسهم أقدامي، أنفقت وجداني لوحدة موجدي، وعلى سواه حقائق الإعدام، وإرادتي إياه ظل إرادة سبقت له في النقض والإبرام. سيدنا يا خالقنا، قبط الحبل على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج، يا سيدنا يا خالقنا، قبط الحبل على الودج والأحشاء صارت في حراق والأعين غارت في لجج، والأعين صارت في لجج غاصت في الموج مع المهج، والأعين صارت في لجج غاصت في الموج مع المهج، والأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي، والأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي، جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج، وبخوف الذلة في وجهي لكن برجائك ممتزج، جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج.
بالشكوى لهجي وبخوف الذلة في وجني، لكن برجائك ممتزجي، والفضل أعم ولكن قد قلت أدعوني فلنبتهجي. سبحانك 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 سبحانك. ناصر بن سالم بن عديم البهلاني المتوفى عام 1920، وهو شاعر عماني كبير، ولد في عمان لكن قضى ثلثي حياته في زنجبار، سافر إلى زنجبار وبقي هناك فترة طويلة حتى وفاته، وتقلد كثير من المناصب العلمية الشرعية، كان قاضيا ثم كان قاضيا للقضاء، لكن إلى جانب هذا هو شاعر كبير، يعني إلى جانب دوره الرسمي هناك دوره الإبداعي، وهو شاعر مميز على المستوى الشعرية العمانية في كل مراحلها في القديم وفي الحديث، واحد من أهم الشعراء العمانيين، وله دور أيضا جميل، دور ريادي فيما يتصل بالصحافة، فقد كان رئيسا لتحرير صحيفة عمانية تصدر باللغة العربية، هي صحيفة النجاح، يشرف عليها بنفسه، وهذا دليل على أن روح الأديب وروح الشاعر لديه تتغلب كثيرا أيضا على روح الفقيه في بعض النواحي التي نجد بعض الفقهاء منعزلين أو مؤطرين، أما هذا فكان متواصلا مع الحياة، متواصلا مع العالم الذي يحيط به، واستخدم الصحافة كما استخدم الشعر لإيصال صوته الإصلاحي.